طيب هات السؤال الأول. إذا رفعت من كلامك الولاء والبراء ترى يستقيم السؤال؟ لأنه أنا شايف ما في ارتباط. يستقيم السؤال إذا رفعنا كلمة الولاء والبراء؟ ليه؟ لأنه إذن أنا ما لي فاهم السؤال، لأنه تمام سؤالك البراءة. إذا السؤال كان كان بصيغة خاطئة، ما في ولا أصلا. طيب خلينا نعيد بقى السؤال. ما هو السؤال فيما يتعلق بالبراءة؟ هل يجوز لمسلم هذا أن يبرأ من شخص لا مضاعف. من عمل الأصل أن يعني يبرأ من العمل، لكن من شخص يعني تلبس في هذا العمل قبل إقامة الحجة سواء كان من غير المسلمين أو من غير الإسلام. لا أنا وضحت السؤال. البراء يمكن أن نقيم مقامها لفظة أخرى هي أوضح للمقصود من السؤال بعد هذا التوضيح، يعني إما المقاطعة وإما الهجر. صحيح هذا يا ترى؟ حتى أمضي في الإجابة. مقاطعة؟ إيه، يعني هل يجوز المسلم أن يقاطع الكافر وأن لا يتعامل معه وأن يهجره؟ هل يجوز المسلم أن يقاطع المسلم الفاسق الذي لا يلتزم العمل بالإسلام وأن يهجره؟ هذا هو المقصود بالسؤال أم شيء آخر؟ التحذير منه ومن دعوته. تحذير منه. طيب هذا التحذير منه يلازمه المقاطعة والهجر؟ قل بلى. ولا يواصله ثم هو يحذر منه؟ يعني سؤال لابد من توضيحه حتى أنا أعرف الجواب. أقول رجل يحذر الناس عن زيد من الناس، هل يواصله أم يقاطعه هو؟ طيب إذا في تلازم، في تلازم بين الأمرين. بعد هذا التوضيح الأوضح أقول أن أتمكن من الخوض في الإجابة عن السؤال. نحن مشكلتنا في هذا الزمان أننا نعالج الأمور بعواطف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت أن أقول أن كثيرا من الشباب اليوم المتحمس لإسلامه ودينه يعالج، يرحمك الله، يعالج بعض المسائل الفقهية الدقيقة معالجة قائمة على العاطفة الإسلامية، معالجة غير مقرونة بالعلم المستند إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فأنا أعتقد أن مثل هذا السؤال، أي التحذير، المقاطعة، الهجر، الولاء، البراء، هذه أمور إنما تتعلق بمجتمع إسلامي قوي بإمكانه أن يحقق أولا مثل هذه الأمور، وثانيا بإمكانه أن يستثمر ثمراتها اليانعة والناضجة.
الآن التحذير ليس من الضروري أن يقترن معه المقاطعة والهجر في هذا الزمن، أما حينما يكون مجتمعنا مجتمعا إسلاميا فالأمور هذه كلها يجب أن تكون مجتمعة. اليوم مثلا مثال واضح جدا، المسلم الذي لا يحافظ على الصلاة، الذي يصدق عليه الحديث الذي أوردته في سؤالك، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا الرجل كما قلت آنفا، التعبير الصحيح الشرعي في حقه أن يقال إنه فاسق، هذا إن لم يكن كافرا مرتدا عن دينه، ولا يقال إلا من باب تنعيم الألفاظ إنه غير ملتزم، هذا فاسق. طيب ذاك الكافر أفسق منه، إذا نحن نتكلم عن هذا ثم قد نكون بحاجة إلى أن نتكلم عن من هو أفسق منه وهو الكافر. هذا المسلم التارك للصلاة الخارج عن طاعة الله فيها، ولذلك يستحق اسم الفاسق. لو أننا حذرنا الناس منه وربطنا مع التحذير منه ما قلته آنفا مقاطعته، هذا التحذير وهذا أو هذه المقاطعة وهذا الهجر لا يثمر الثمر المرجوة من كل هذه الألفاظ الثلاثة، التحذير المقاطعة الهجر. لماذا؟ لأنك إن أنت قاطعته وجد عشرات من أمثالك يواصلونه، ولذلك فستنعكس القضية فتصبح أنت مقاطعا منه وليس هو مقاطعا منك، وحينئذ ما فائدة مقاطعتك إياه؟ هذا يذكرني بمثل سوري وله مثل أو مثيل له هنا، لكن عبارة سورية تقول أنه زعموا أنا فاسقا تاركا للصلاة، تاب إلى الله وأنا، ولأول مرة يذهب إلى المسجد ليصلي فيجده مغلقا، فيقول أنت مسكر ولا مبطل. مفهوم طبعا هذا المثال. كذلك لسان حال هذا الفاسق اليوم التارك للصلاة، إذا أردت أنت هجره مقاطعته التحذير منه ما يبالي بك، يقول لسان حاله أنت مسكر وأنا مبطل، أنت مقاطع وأنا أقطع منك وأبعد عنك، وهكذا. خلاصة هذا الكلام أن مبدأ المقاطعة اليوم والهجر غير وارد، لأننا في زمن ضعف المسلمين، وهذه الرابطة التي يربطه من الإسلام الصحيح المتمثل في قوله عليه السلام في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهار. المسلمون اليوم ليسوا كذلك، ولذلك فليس عندنا اليوم وسيلة ينبغي الاعتماد عليها في لم شمل هذا التفرق الموزع والمبعثر اليوم إلا في الاعتماد على قوله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي الوسيلة التي ينبغي الآن أن نعتمد عليها. فإذا رأينا شخصا فاسقا معرضا عن القيام ببعض ما فرض الله على المسلم فنعظه ونذكره ونترفق به. كذلك إذا رأينا شخصا أو أشخاصا هم لا نستطيع أن نقول إنهم فساق لأنهم نفترض أنهم يحافظون على الفرائض المعروفة فرضيتها ووجوبها عند المسلمين كافة، أي هي من القسم الذي يقال إنه من المعلوم من الدين بالضرورة. فقد نجد أشخاصا يقومون بمثل هذه الفرائض لا يخلون بها بحيث أن مثابرتهم على هذه الفرائض تحول بيننا وبين إطلاق كلمة الفسق عليهم. ماشي؟ طيب. ولكن مع ذلك يمكن أن يكون في هؤلاء انحراف عن العقيدة الصحيحة في مكان ما أو عقائد كثيرة، ممكن هذا. والفرق التي نسمع أسماءها اليوم مسجلة في كتب الفرق والتاريخ ولا نجد لها ذكرا كأسماء في عصر حاضر، لكن نجد لها أثرا في واقع كثير من الجماعات الإسلامية أو الأفراد المسلمة، المعتزلة مثلا، الجبرية، القدرية، الخوارج، إلى آخره. هذه الفرق كان يوجد فيها من انحرف عن السنة في العقيدة، من هو معتبر من العباد الصالحين، مع ذلك فهو من الضالين، مثل عمر ابن عبيد المعتزلي. هذا يضرب به المذهل في صلاحه وتقواه، ولكنه كان يحمل مذهب الاعتزال، فهذا لا يقال عنه فاسق، لكن يقال عنه انه ضال عن العقيدة الصحيحة. وهذا النوع اليوم له وجود في الأرض المسلمة، وإن كان ليس هناك طائفة أو جماعة يقولون نحن معتزلة. أنا ما سمعت إلا برجل واحد يعلنها صريحة في هذا البلد أمام الناس، يقول أنا معتزلي، ويقولها صراحة أنا معتزلي، وفعلا هو معتزلي وأضل من ذلك، ولست الآن في صدده. فالشاهد مثل هؤلاء الضالين أيضا يجب أن نترفق بهم وأن نقيم الحج عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح والأئمة المجتهدين. هكذا يجب أن يكون موقفنا من المنحرفين عن الإسلام، إما عملا وإما فكرا، لريثما يتقوى المسلمون ويصير لهم صولة ودولة، فحينئذ هؤلاء حينما يبلغون الإسلام الصحيح ثم لا يرتدعون عما هم من فسق أو ضلال، حين ذاك لهم حكم آخر. هذا الحكم لا يتعلق بفرد من أفراد المسلمين الصالحين، وإنما يتعلق بالحاكم المسلم، وهذا عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. لعلي أجبتك عن سؤالك. كذلك بلا شك. اليوم مع الأسف يا أخي وضع المسلمين وضع خطير جدا. اليوم النصارى
بل واليهود بل والمجوس يعيشون في الوطن الإسلامي باسم مواطنين، ولا يفرق الحكم الحاكم بين مسلم وبين غير مسلم، وكلهم يشملهم كلمة مواطن. وربنا عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك هذا المجتمع الذي بلغ به الفساد إلى هذه المرتبة لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين الصالحين العاملين بعلمهم أن يجابه هذا المجتمع بقوة سيتراجع بعدها القهقرة، وإنما بالقوة التي لا يمكن أن تقهر، وهي قوة الحجة والبيان. غيره كذلك تتمة شفقة المسلم عليه قبل يعني إقامة هو هذا كله هذا مختلف، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا معناه. وأنا أقول بهذه المناسبة، كثير من أخواننا المتحمسين للإسلام الصحيح ينظرون إلى المسلمين الآخرين المنحرفين بجهلهم عن الكتاب والسنة نظرة ازدراء واحتقار وحقد وبغض دفين. مثلا كثير من المشايخ يجيدون الاستغاثة بالأولياء والصالحين، يجيدون ما دون ذلك من باب أولى التوسل بهم دون رب العالمين، يجيدون التردد إلى قبورهم والتبرك بالإتيان إليهم وإلى آخره. وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لا يفهمون الكتاب والسنة، ويجيبون عليهم التقليد، فيكون موقف الآخرين الذين هم معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح معاداة هؤلاء وبغضهم البغض الشديد، بحيث أنه لا يمكن أن يلتقي هذا مع هذا. هذا خطأ. أنا أقول هؤلاء، ولا أتورع من أن أسميهم باسمهم، هؤلاء ضالون عن الحق، ولا إشكال في إطلاق هذا التعبير إسلاميا حين أقول إنهم ضالون عن الحق، فإن الله عز وجل أطلق على نبيه عليه السلام أنه حينما كان قبل نزول الوحي عليه يقول: ووجدك ضالا فهدى. فإذا هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة فهم بلا شك هم ضالون. أردت أن أقول ما داموا كذلك فهم مرضى، يجب أن نشفق عليهم وأن نعاملهم بالرفق وندعوهم كما جاء في الآية السابقة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولا نزال في هذا الموقف حتى يتبين لنا من أحدهم أنه مكابر ويجحد الحقائق، وأن الرفق واللين معه لا يفيد شيئا. حين ذاك يأتي هنا قول ربنا عز وجل: فأعرض عن الجاهلين. هذا السؤال الذي معناه. أقصد الشيخ الآن حتى ننتقل السؤال الثاني لأنه منفصل تماما عن الأول، هل هذا بالنسبة للجماعة ككل أم كفرد فرد؟ إذا هم تبين أنهم جميعا جماعة أو طائفة وكذا ومكابرين، هل إذا قبلت فردا فردا يكون هذا التطبيق على مستوى الفرد؟ لا، ما يطبق على الجماعة لا يطبق على الفرد. نحن نقول مثلا بعض الأحزاب الموجودة اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف لا شك أن نظامها وقانونها كافر، كحزب البعث مثلا والحزب الشيوعي
لا شك أن هذه النظم هي كافرة، وأن من يتبنى هذا النظام دينا فهو كافر. لكننا نحن نعرف من حيث الواقع في كثير من البلاد الإسلامية، خاصة سوريا مثلا، أن كثيرا ممن كانوا ينتمون إلى البعث كانوا يصلون وكانوا يصومون ويحافظون على الفرائض محافظة كاملة. فإذا ما ذكروا وحذروا من الانتماء لمثل هذا الحجب قالوا، وهم مبطلون في قولهم، ولكننا نفهم أنهم لا يتبنون البعث بديل الإسلام، لأنهم يقولون يا أخي شو بدنا نسوي، بدنا نعيش. فمثل هذا كمثل أي فاسق آخر يرتكب أمرا محرما في سبيل العيش، في سبيل تحصيل الرزق. وما أكثر الصنائع والمهن والتجارة التي يتعاطاها كثير من المسلمين اليوم وفيها محرمات. فإذا ما ذكرتهم وقلت لهم هذا حرام وهذا حرام، بيقول لك يا أخي شو بدنا نساوي. والمنيح منهم بيقول لك والله عم أفكر أنه لا إلي شيء عمل آخر يكون يعني مشروع، لا ليس ما يتيسر لي أستمر فيما أنا فيه. وهكذا هذا كله يدل أن هؤلاء لا يجوز تكفيرهم، كما نكفر النظام ومن يتبنى النظام عقيدة. لذلك فقد يوجد أفراد في مثل هذه الأحزاب هم فعلا كفار، لأنهم تبنوا نظامهم بديل الإسلام. ويوجد فيهم أفراد ليسوا كذلك، وإنما كما ضربت مثلا آنفا أنه يتخذ ذلك وسيلة العيش. لا أعني أن هذه وسيلة جائزة، لكن أعني أنه مدام أنه لا يتبناه عقيدة ونظاما وفكرا، فلا يجوز أن يعامل كما يعامل النظام نفسه ومن يتبناه عن عقيدة. في شيء آخر حول السؤال الأول؟ تفضل.